العصابة هذه متكونة من 5 أشخاص كولومبيين، تم تقديم الدعم اللوجستي لشخصين من الجنسية السودانية للأسف. أحد هذه الأشخاص ولد في هذه البلد، وأثناء دراسته في ماليزيا تورط في قضية استدعى دخوله للسجن. تعرف على واحد من هؤلاء الكولومبيين في تلك الفترة، وتم التواصل مع ذلك الشخص بعد خروجه وترحيله عن طريق الفيسبوك، وتمكن هذا الشخص أيضا من الدخول وجلب مجموعة من الأشخاص لتنفيذ جرائم السرقة في دولة الإمارات. الجريمة هذه أخلقت إزعاج لدى الناس أنها وقعت في إمارة دبي وفي بعض الإمارات الأخرى. شكلت قوات الشرطة حقيقة مجموعات من رجال البحث والتحري في تعقب الجناء. قائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر وضع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بحالة تأهب قصوى ماء في الماء. انتشرت فرق البحث والتحري لمتابعة هذه القضية. الجديد في هذه القضية قضية اختلفت عن القضايا السابقة. الجناة حقيقة مقيمين في داخل الدولة، خططوا عن طريق الفيسبوك وعن طريق التواصل الاجتماعي في استقطاب عصابة دولية متخصصة في سرقات المنازل. هذه العصابة حقيقة من جنسية أجنبية أتوا إلى الدولة لممارسة جرائم سرقات المنازل. هذه العصابة عصابة محترفة دولية على مستوى دول العالم، هناك نشرات جنائية دولية عليهم. فرق البحث والتحري تمكنت من تحديد هوية هؤلاء الأشخاص وإلقاء القبض عليهم بالتعاون مع الأخوة في سلطنة عمان، الذين حقيقة بذلوا مجهود في عملية التصدي والتعقب والوصول للجناة. مكاتب التأجير حقيقة في دولة الإمارات من المفروض أن تتأكد من جوازات السفر للأشخاص مؤجرين السيارات وكذلك البطاقات الائتمانية، وأن تكون هذه إجراءات قانونية ورسمية. وحقيقة لابد هناك من تأكيد في حال استلام السيارة لصاحبها. أصحاب الفلل أوصي حقيقة المواطنين والمقيمين على أرض هذا البلد الطيب بأخذ الحيطة والحذر وعدم رمي أموالهم بشكل سائب في منازلهم. كذلك أنصحهم بالتواصل مع أمن المساكن، برنامج موجود في القيادة العامة لشرطة دبي، على هؤلاء الناس التواصل مع جهاز أمن المساكن لوجود الدوريات التي تجوب مناطق السكنية في دبي. القيادة العامة لشرطة دبي على وجه الخصوص وممثلة في وزارة الداخلية تبذل مجهودات حقيقة متواصلة، دورياتها الميدانية الجنائية تسير الليل والنهار للمحافظة على الأمن والنظام وبث الطمأنينة بين الناس. أطمن الناس هنا في دولة الإمارات بأن الجريمة لن تبقى موجودة، وأن هناك رجال متخصصون في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الذين وضعوا حقيقة على عاتقهم مسؤولية التصدي للجناة، وأن تبقى دبي وتبقى دولة الإمارات بلد آمن وبلد لكل الشرفاء ولكل المقيمين. شكرا جزيلا. شكرا.